بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سليمان حسن محمد، قسم التقارير الطبية، سجلات طبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي. في السابق كنا نقوم بالاتصال عن المستشفيات، مستشفيات وزارة الصحة، بإرسال التقارير الطبية عن طريق البريد وعن طريق الفاكس. أما الآن بعد الاتصال بهذه المكاتب إلكترونيا وفتح هذه المكاتب، تم توفير الوقت والجهد، وتم إرسال كل طلباتهم من التقارير عن طريق الاتصال الإلكتروني، وتم الاتصال بهم عن طريق الهاتف محليا كمكالمة داخلية، وتم تسهيل العمل لدينا عن طريقهم.